بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى محاضرتنا اليوم أو الفيديو متاع اليوم حيكون موضوع مهم جدا وفي نفس الوقت خفيف وسهل. تمام، اليوم بإذن الله تعالى حنناقش موضوع الشك. بالنسبة للشك تعتبر حالة very common و very very important emergency case. بإذن الله بعدين أنت في المستقبل بتقعدوا دكاترة إن شاء الله في المستشفيات وتقعدوا في الإي آر في الامرجنسي روم، حالات الشوك حيجنكم بشكل مستمر وبشكل يومي، وهذه امرجنسي كيس، يعني انت لازم تفهمها كويس وتعرفها كويس وتعرف كيف تتعامل معها وتعرف شنو المانجمنت اللي بتديرها، كيف بتحافظ على حياه المريض بعد يجيك وتنقله من حاله الانستيبل الى حاله ستيبل، مش انت هيك تقعد سيف دكتور. تمام، لكن نحن اليوم باذن الله حنناقشوها كموضوع باثولوجي مش كموضوع ميديسن. بعدين إن شاء الله في سنة خامسة هتاخدوا الميديسن، هناخدوا شن معنى الشوك أو كيف تتعامل معها، شن إن الحالات اللي بتطلبها، كيف تدير مانجمنت للشوك. تمام، ده اليوم كيف ما قلت لكم هناخدوا موضوع الشوك كباثولوجي. تمام، أول حاجة نبدو بها كأي موضوع نبدو به ديما هو الديفينيشن، نبي نعرف شن هو تعريف الشوك. تمام، قبل ما نقول لكم التعريف بشكل تقليدي ونكتبه خلينا نفهمه فهم، خلينا نشوف الرسمة اللي رسمها لكم مثلا. الرسمة هذه تمثل أغلب الأورغانز أو الفيتال أورغانز اللي في البادي. تمام، عندي الهارت، لنج، البرين، برين ستيم والسبينال كورد، ليفر، كيدني، أدرينال، سكيليتال ماسل، بون. تمام، ده الهارت، تذكر زمان شن قلت لكم وظيفة الهارت الأساسية؟ وظيفة الهارت الأساسية اللي هي البامبينج، وظيفة الهارت بامبينج of the blood، معناه أن الهارت بيوصل البلد للليفر وللانك وللبرين ويوصل للسكيليتال ماسلز بتاع الأبر لمب واللور لمب، ويوصل البلد للبون في اللور لمب وفي الأبر لمب، ويوصل للليفر للكيدني والأدرينال جلاند والسكن، all organs of the body. تمام، ده معناها ان كل organ عندي او كل tissue عندي يوصلها مقدار معين، مقدار كافي من البلد اللي يكفي احتياجها. لو هي طلبت اكثر حيصير stimulation للسينس، مش يقوي الامبلس، يجز الامبلس مور للهارت، مش يزيد contractility of heart وتزيد لي blood supply للأورغانز اللي طلب الزيادة في وقت معين وفي حاجة معينة. تمام، ده لو جيت أنا قلت لكم مثلا لو جيت نقصت لك يا دكتور blood supply على skeletal muscle فقط لكن الباقي الأورغانز تمام، تقولي أكيد تبي تأثر skeletal muscle، هي تبي تخش في هيبوكسيا وبتخش في necrosis. ده لو قلت لك أنا نقصت لك blood على البون، بتقولي حتى هو البون بس بيتأثر، أورغانز هذا كنا متأثرانش. لو قلت لك على الليفر، على اللنج، على البرين، بتقولي حتى هي أي مكان بينقص عليه البلد بتخش في هيبوكسيا ينتهي بنيكروسس. تمام، داهي لو أنا جيت قلت لك يا دكتور لو أنا نقصت لك البلد سبلاي على كل الأورغانز أوف ذا بادي بما فيه الهارت، الهارت حتى هو أصلا مش هو وظيفة بامبينج، الهارت يدز البلد لنفسه أصلا عن طريق الكورونري أرتري. تمام، مش يتغذى الهارت بما فيه الكفاية. المهم لو جيت أنا قلت لك يا دكتور تخيل أنا جيت وقفت لك البلد سبلاي على كل الأورغانز اللي عندي في البادي، برين، لنج، ليفر، سبلين، سكن، بون، سكيليتال مسل، سموث مسل، بلا 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 بلا، سمي. جيت وقفت لك مرة واحدة، شنو اسمها يا دكتور؟ هذه اسمها الشوك. معناها أنا بنجي نكتب شن هو definition of the shock، بيجي تقول لي هو sudden drop أو decrease in blood flow to all the body. تمام، أو بتقول لي هو sudden drop في blood pressure،
طبيعي. البلد بريشر ما يتحكم فيه، يتحكم فيه البلد. لو كمية البلد زادت بيزيد البريشر، ولو كمية البلد انقصت بينقص البريشر. تمام. او بتقول لي هو عبارة عن صدن هايبوتنشن، اي تعريف في راسك قوله. ما دام انت فهمت شن معنى الشوك، فهمت فهم اي تعريف ممكن يجيب لك يكون هو تعريف الشوك. تمام. به بعدين نقول لك صدن هايبوتنشن معناه انت بتقول لي معناه الضغط نازل اقل من 90 على 60. 90 على 60 يعني قلت لك انا زمان ان ما فيش عندي، ما عنديش قيمه معينه، بس انا البادي متعامل برينجز. بعدين نجي نقول لك شنو هو النورمال بلاد بريشر، بتقول لي والله الفوقاني اللي هو السيستوليك كيف ما نقوله نحن 120 115 125 130 عندك يعتبر نورمال، والتحتاني بتقول لي من 80 75 عندها 90 يعتبروا فيه نورمال. لكن انا بعد يجي نقول لك شنو هو الهايبوتنشن، بتقول لي معناها ان البي بي نزل اقل من 90 على 60، يعني الفوقاني اقل من 90 والتحتاني اللي هو الدايستوليك اقل من 60. به لو انا تعرضت للقصه هذه اللي قدامي، لو الشخص تعرض للقصه هذه معناها شنو بيصير هنا؟ بينقص البرفيوجن، صح ولا لا؟ برفيوجن ان اول سيلز or all tissue or all organs of the body، صح ولا لا؟ شن بيخش البادي هنا؟ بيخش في هايبوكسيا in all organs، صح ولا لا؟ به بعد يخش البادي كله في هايبوكسيا كله، معناها البلد تو انا البادي سيلز الأورغانز هو البادي سيلز كل المهمات بالنسبة لي، كل الأورغانز مهمات، لكن أنا عندي 5 أورغانز هنا يعتبر فيها هن الأولوية لهن، هن اللي عندهم أكثر أهمية، لأني أنا من غيرها ما نقدرش نعيش. لو مثلا نقص علي البلاد سبلاي أو خشيت في إسكيميا وإنفاركشن في البون تقدر تعيش، في البنكرياس تقدر تعيش، تمام، في السكن تقدر تعيش. لكن لو نقص عليك البرفيوجن على البرين هارت ليفر كيدني لانج ممكن حتى الادرينال شويه ادرينال جلاند، فهذين يعتبر فايتال اورجانز. لو انا فقدت جزء منهم ممكن تؤدي في النهايه بك الى الدث. معناه انا هنا بينقص عندي البلد على شنو؟ على البرين، وبينقص على اللانج، وبينقص ايضا على الكيدني، وبينقص على الليفر، على الهارت بروح، وممكن مش ممكن اكيد يعني على الادرينال جلاندز، لان نعتبره فين انا كتبت لكم انا الاورجنز اللي مهمات اللي نعتبرهم فايتال اورجنز، لان الشخص ما يقدرش يعيش بيهن. تمام. فالفايتال اورجنز عندي برين لانج كيدني ليفر هارت بلس ماينس الادرينال. تمام. لو انا صار عندي نقص في البلد سبلاي او صار لي ديكريز في البرفيوجن على البرين، شن بيخش البرين؟ بتقول لي البرين بيخش فيه هيبوكسيا، ممكن نفقد البرين، بيخش فيه نيكروسس اسكيميا نيكروسس انفاركشن. لانج كذلك، كيدني ليفر هارت ادرينال، لو نقص عليهم البلد سبلاي هنخش فيه هيبوكسيا، هيبوكسيا اسكيميا نيكروسس ديث. تمام. ده البادي، البادي بعد يخش في هيبوكسيا. زمان كنت اتذكر في البايو، في البايو ان الـ 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 في عندنا عمليه الاوكسيديشن في ايروبيك وان ايروبيك اوكسيديشن، اللي هي عمليه اليوتيلايزيشن اوف اوكسجين. الايروبيك في وجود الاكسجين، صح ولا لا؟ ايروبيك معناها في حاجه اسمها في وجود الاكسجين. الان ايروبيك في عدم وجود الاكسجين، عمليه اليوتيلايزيشن في وحدات لو تمت في وجود الاكسجين نسموها ايروبيك، ولو تمت في عدم وجود الاكسجين شو نسموه فيها؟ نسموه فيها ان ايروبيك. تمام. انا الاورجانز هنا الاورجانز مش بتصنع اي تي بي ودي يوتيلايزيشن المفروض تحتاج الى اكسجين، انا هنا السيلز خشن في هيبوكسيا، خشن في هيبوكسيا وما عنديش اكسجين، انا بضطر ان بتغير على الطريق الاخرى، بتغير على الان ايروبيك، صح ولا لا؟
الآن إيه ربك كان تذكر في البايو تنتهي بحاجة مهمة جدا اسمها اللاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد صح ولا لا؟ اللاكتيك أسيد من اسمه، من اسمه هو عبارة عن أسيد صح ولا لا؟ بعد أنا ينقص عندي البرفيوجن في كل البادي من ناحية يصير accumulation أو over production of lactic acid، أنا بتزيد عندي كمية lactic acid. وكيف ما قلت لكم أن lactic acid يعتبر acid، كيف يعني اسمه acid، معناه بيزيد لي الأسيديتي صح ولا لا؟ بيزيد لي الأسيديتي في البادي، والأسيديتي في النهاية بكل شو بدي لي؟ بدي لي حاجة اسمها الأسيدوسس، وهذه very serious، تعتبر cause of death، تؤدي إلى damage of the cells تمام؟ به. فلو أنا نقص عندي البرفيوجن كيف ما قلت لكم تخش في هيبوكسيا، تنتهي بال death of all organs. نديرو ريفيجن سريع للكلام اللي قلناه. خذينا في البداية بكل قلنا شنو هو تعريف الشوك، قلنا تعريف الشوك هو sudden decrease or drop في blood flow to all the body or to all organs of the body تمام، او في sudden decrease في blood pressure او sudden hypotension في كل البادي تمام. شنو نتج على الكلام هذا؟ الناتج من الكلام هذا انه صار لي decrease في perfusion of the tissue في كل التيشو، نقص البلد سبلاي على كل التيشو. البلد هو شنو حامل؟ حامل الاكسجين، معناه انت بتنقص الاكسجين على كل الخلايا، معناه حتخش في هيبوكسيا. هيبوكسيا عدم وجود الاكسجين هينشئ عندي الان ايروبيك اللي هو اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد حيزيد الاسيديتي في السيلز وفي البلد، ونخش في اسيدوسس او الاسيديميا كيف ما نقوله تمام. نقص في البرفيوجن اوف ذا بلاد حتنتهي باسكيميا انفاركشن في الكل السيلز او في كل الاورجانز اوف ذا بودي، سمينا منهم الفايتال اورجانز برين لانج كيدني ليفر هارت ادرينال تمام. به تو بيجي واحد منكم يقول لي باهي يا دكتور بهيني، مش انت قلت لنا من زمان ان اي ستريس يتعرض للبادي مش الجسم بيحاول يدير adaptation، بيحاول يدير حاجة تعويضية compensation، تذكروها يعني اي ستريس بيتحاول يتعرض للبادي بيحاول الجسم بيتحرك بيدير ردة فعل بيحاول يقاوم القصة اللي صارت له. لكن كيف ما قلت لك ان المقاومة عند حد معين، عند حد معين بعدين خلاص الجسم يستسلم وينتهي بالمطاف الاخير متاعه، يا اما هيلينج ويتعالج الشخص ويصير له ريكفري او ديث تمام. به نقول لكم صح كلامكم مظبوط، حتى الشوك بعد ينقص البلد سبلاي على كل الاورجانز ويصير في نقص في البرفيوجن في كل البادي، الجسم هنا بيدير رد فعل، وهذه سميناها الستيجز اوف ذا شوك تمام. فالبادي بعد يتعرض للشوك مش هيبدا مكتوف الايدي كيف ما نقوله، بيحاول يدير تعويض بيعوض وبيحاول يدير ردة فعل. فهذه حنختصروها في عنوان جديد اسمه stages of the shock، stages of the shock تمام. فالشوك تمر بثري ستيجز، نقول هذه ستيج 1 وهذه ستيج 2 وهذه ستيج 3. في الستيج 1 تكون لو شخص تعرض للشوك لكن كان التعرض نتاع ما فاتش ال 12 ساعه، يعني ستيج 1 حتكون within 12 hour، يعني اقل من 12 ساعة تمام. ده في ال 12 ساعة الاولى الشخص تعرض فيه للشوك، واي سبب كان من الشوك تاخذون اسباب الشوك لاي سبب كان whatever كان الكوز، لكن الشخص تعرض عندي شوك في اول 12 ساعة الجسم هنا بيبدا يعوض، هنا
بعد ينقص البرفيوجن لكل الاورجنز، يبدا الاورجنز يشكل من يشكل البرين. يا برين اش قابينا لو نحن البلد عندنا انتهى ما عادش عندنا برفيوجن، البرين يقول والله انت بتشكولي وانا بروحي اصلا ناقص عندي البلد. فيبدا البرين كثر عليه الطلبات من كل الاورجنز، يبدا يدز في امبلس واجد بكر، يدز فين وين؟ يدز فين؟ الهارت. يقول لي هارت بالله عليك قوي الهارت ريت بتاعك ودز بلد فكنا من القصه يشكولي كلهم. فالهارت هنا يقول له حاضر انت دز لي امبلس وانا الدم اللي عندي هنعطي لك، مش هنبخل عليك في اي حاجه. فيبدا في الستيج 1 هذه يبدا يزيد عندي الهارت ريت، وبعد يزيد عندي الهارت ريت البريفرال ريزيستنس او البلد بريشر شو بيصير له؟ بيزيد البلد بريشر، يبي يزيد. وبالتالي هنا شنو حيتم؟ حيتم تصحيح، فحي التصحيح ان البرفيوجن اللي قل هذه حترد شويه، فحتزيد عندي الاورجان برفيوجن والاورجانز يبدا يتعنشن شويه ويبدا يوصلهم بلد. تمام. لكن كيف ما قلت لكم ان التغير هذا لحد انا لو شخص عرض الشوك وكان اقل من 12 ساعه نقدر نسعفه بدون ما يصير لاي ضرر، بدون ما تصير لاي مشكله، لاننا ان الجسم بدا يدير في عمليه تعويضيه للبلد اللي نقص عندي او النقص في البرفيوجن. تمام. هذه في الستيج الاولى اللي هي اقل من 12 ساعه. لكن في الستيج الثانيه اللي هي تكون بعد تهلب 12 ساعه يبدا الهارت يضخ والبرين ديز في امبلس، والهارت يضخ برين ديز في امبلس، يقول له والله ما عادش قدرت انا ما عادش قدرت. يبدا البرين يبدا يدهش كيف ما نقول احنا، يدهش ما عادش يديز في امبلس، يبدا يرد الهارت كيف الحاله الوضعيه الاولى اللي كان فيها في بدايه الشوك. فيبدا شنو؟ يقل البرفيوجن اخرى، بعد يقل البرفيوجن اخرى ينزل البرفيوجن اخرى، يبدا السيلز ترد مره اخرى تخش في هيبوكسيا، وبعد تخش في هيبوكسيا تجد ان ايروبيك ميتابوليزم، فتزيد عندي اللاكتيك اسيد، فالبادي هيخش في اسيدوسس، والاسيدوسس هذه عندها اسم. تمام. منين جت الاسيدوسس؟ ان تغير الميتابوليزم من ايروبيك في وجود الاكسجين الى الان ايروبيك ميتابوليزم، يعني هو نشا لي اللاكتيك اسيد. فالاسيدوسس هنا كانت من نتيجه ان في خلل في عمليه الميتابوليزم، فيسموا فيها ميتابوليك اسيدوسس. في نوع اخر من الاسيدوسس حيكون مشكله في الريسبيريشن، حتكون مشكله في خلل ما بين الاكسجين والسي او 2، وهذه عندها مشاكل في الريسبيراتوري سيستم. فالشخص بعد يخش في اسيدوسس نتيجه ان فيه امبلس ما بين الاكسجين والسي، فبعد الشخص كيف ما قلت لكم يخش في مشاكل ويصير فيه امبلانس ما بين الاكسجين والسي او 2 حيخش في اسيدوسس حتى هو. لكن الاسيدوسس كانت السبب نتاعها الريسبيرات او الريسبيريشن، فسموا فيها ريسبيراتوري اسيدوسس. تمام. خش في اسيدوسس وقعدت الاسيدوسس تزيد، قلت لكم الاسيدوسس هنا هي السبب اللي يدي لي الفيلر والديث، الفيلر والديث في الاورجانز، اورجان فيلر هي تؤدي لي ديث اوف ذا سيلز. فلو استمرت الاسيدوسس حتخش بعدها في ستيج 3. الستيج 3 هذه بعد يصير الديث ويصير لي نيكروسس انفاركشن للسيلز. تمام. وهذه تصير بعد 24 ساعه الاولى. خلاص لو شخص تعرض للشوك وانت ما نقضتش في خلال 12 ساعه او 24 ساعه كل سنه وانت طيب. تمام. فهنا خلاص حتبدا يصير لي انفاركشن للسيلز وتخش في ديث، والاورجان ما عادش يقدر يخدم خلاص لان كل السيلز ماتن، وحنخشوا في اورجان فيلر. هذا ليش قلت لكم موضوع الشوك، شوك فيري فيري امبورتنت او امرجنسي كيس، يعني انت لازم تعرف كيف تتعامل معه من البدايه مش تحافظ على حياه البيشنت. جوك
اصحابنا العلماء قال لك والله عيب مثلا سموه ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3، هيك لازم يسموا كل واحدة اسم. فقالوا ان الستيج 1 هذه ان الجسم حاول انه بيعوض وحاول يدير ردة فعل، فسمينا الستيج الاولى هذه كومبنساتوري ستيج. كومبنساتوري ستيج، وقلنا كلمة كومبنسيشن معناها تعويض، هذه الستيج الأولى. الستيج الثانية تمام، قال لك لا، الستيج الثانية صار في انتكاسة، الجسم حاول يعوض ورد أمور طبيعية كيف ما كانت، لكن بعدها ما عادش قدر، فالموضوع الشوك رد أخرى وقعد بيزيد بزيادة، كل مرة الأسيدوسس تزيد، فقال لك أنا في انتكاسة، فسموه البروجريشن أو البروجريسيف ستيج. والستيج الأخيرة اللي هي بتاع كل سنة وأنت طيب وصار لي في أورجان فيلر، فسموه أورجان فيلر ستيج تمام. وشن قالوا أخرى أصحابنا هذوما؟ قالك والله لو شخص تعرض لشوك وكان خلال 12 ساعة الأولى وكان في الكومبنساتوري ستيج، والله لو نحن عدلنا القصة وعالجناها بسرعة، فالشخص حيرد طبيعي كيف ما هو وما فيش أي سل وحدة حيصير لها دث. فقال لك لو الستيج الأولى اللي هي الكمبنساتري ستيج تعتبر ريفيرسيبل، يعني تقدر السلز اللي تعرضت للستريس ترد وتصير لها فول ريكفري وترد طبيعية كيف ما كانت. لكن الستيج الأخيرة هذه، الستيج الأخيرة اللي هي الأورجان فيلر ستيج، لو الشخص وصل وبعد 24 ساعة وأنا ما درت لهش حل، راهو هذه السلز اي خليه تموت، ان اي خليه تموت مستحيل ترد كيف ما كانت، والدث حيكون خلاص نهائي تمام. فسموها الاير ريفيرسيبل ستيج او كون اير ريفيرسيبل. الستيج اللي في النص قال لك والله بين الشخص هلب 12 ساعه انت وحظك، حسب قوه التحمل بتاع السلز، لو قوة التحمل بتاعك كانت كبيرة ممكن تعتبر ريفرسبل، لكن في بعض الحالات تكون ريفرسبل. فهذين هنا stages of the shock تمام. بعد كملنا stages of the shock تمام، تو بنجو الكوزز. الكوزز very 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 easy، بدأ انت تقول easy وهنا easy. الكوزز of the shock انا ما بيش نشرح، تصدقوا مش هنشرح، نبيك انت بروحكم تفهمون. وعلى فكره الكوزز هن نفس التايبس، مش قلت لكم انا اي كلاسيفيكيشن تصنيف يكون اكوردنج تو، فانا اكوردنج تو الكوز على حسب السبب نسمي اسم التايب. فهنا نقدر نقول الكوزز اوف ذا شوك اند تايبس. اول نوع انا نبي نذكره ما بيش نشرح، اول نوع اسمه كارديو جينيك شوك. كارديوجينيك شوك، شن قلت لكم تعريف الشوك انا في البدايه؟ اهو الشوك هو sudden decrease في البلد فلو في كل البادي، ومن اللي يوصل في البلد لكل البادي اللي هو الهارت. معناها عندي اي هارت ديزيز، اي كاردياك ديزيز ممكن يؤدي الى شوك. ولو شخص خش في كاردياك ديزيز ام اي كارديومايوباثي فالفلار ديزيز، اي ديزيز تؤدي في ضعف في عضله القلب او ضعف في خدمه القلب، تخش في هارت فيلر، معناها انا هيك قصرت توصيل البلد لكل البادي، معناها حنخش في شوك. فاي كاردياك كوز يؤدي الى شوك نسموه فيه كارديوجينيك شوك. هذا النوع الاول، عادي اللي بعده سهل صح. اللي بعده اسمه الهايبو فوليومك شوك. هايبو فوليومك شوك، شن تعريف الشوك؟ ديكريز في البلد فلو لكل البادي، الهارت عندي سليم لكن انا البلد اللي هو المفروض يمشي لكل السيلز ما عندش تمام. شخص خش في هيمورج، خش في بليدنج، فقد البلد، وخش في سيفير بليدنج، فقد البلد، اغلب البلد تاع البادي فقدها، مش هينقص البلد على السيلز، مش هيخش في شوك. هذا يسموه فيه الهايبوفوليومك شوك.
باهي شخص تعرض لديهايدريشن، وخاصة في الـ في الـ في تشيلدرن، خش مثلا في فوميتينج، دياريا، سيفير بوليوريا، وفقد كمية سوائل الواجد، فحيخش في ديهايدريشن، من الفوليوم تاع الفلويدز او الليكويدز بتقل، صح ولا لا؟ حيخش في شوك. شنو سبب هالشوك؟ هنا السبب بتاعها كان ديهايدريشن، السبب بتاعها نقص في الفوليوم، فسموا فيها الهايبو فوليومك شوك. عاد الدليل اللي بعدها، كلام سهل قلت لكم. اللي بعدها اسمها الانافيلاكتيك شوك. انا فيلاكتيك شوك، كلمة انا فيلاكسز هناخدوها بإذن الله في المحاضرة الجاية في الاميونيتي، هي اليرجي. الالرجي بعد تصير في كل البادي نسموه فيها الانافيلاكسس. في الالرجي ان شاء الله هناخذها في الاميونيتي، في الالرجي هي عباره عن انفلاميشن وكانت جنرالايزد. الانفلاميشن مش قلت لكم يطلع انفلاماتوري ميديترز وجدات، واحد منهم اسمه الهيستامين، ويكون عاده نتيجه حساسيه من اي حاجه معينه، حساسيه من وكال، من غبار، من اي حاجه، من دراج. الهيستامين بعد يطلع، هو شو وظيفه الهيستامين؟ فازوديليتر. انت تتخيل ان الهيستامين طلع في كل البادي، في كل البادي، معناها بيدي لي جنرالايزد فازوديليتيشن. بعد يصير لي جنرالايزد فازوديليتيشن، البلد بريشر شو بيصير له؟ بيقل. معناها انا مش درت، مش هيك خششت سادن هايبوتنشن او سادن ديكريز في البلد او في البي بي في كل البادي. هذا تعريف شنو؟ هذا تعريف الشوك. فلو كان الشخص تعرض الى شوك نتيجه الرجي سموا فيها انافيلاكتيك شوك. تعال النوع الاخر الرابع. النوع الرابع اسمه النيوروجينيك، النيوروجينيك شوك. النيوروجينيك تو الهارت، تتذكروا من بدري بعد قلت لكم نقص في الكومبنساتري، في الكومبنساتري ستيج، بعد ينقص البلد الاورجنز يعيط لمن؟ يعيط للبرين والسباينال كورد، تنزلنا امبلس للهارت مش تنزلنا بلد. فانا عندي اي مشكله عصبيه، مشكله في النيرفس، معناها الامبلس بينقسم على الهارت، لكن الهارت سليم، لكن امبلس يعني المشكله نيوروجينيك ماهيش مشكله كارديوجينيك، معناها الامبلس بيقل، معناها وظيفه الهارت او الامبلس للسيمولاتري بعش فيه حينقص البامبينج اوف ذا هارت الاكتيفيتي نتاعها، فيخش في شوك. لكن هنا ما نسموهاش كارديوجينيك، ليش؟ لان الهارت عندي سليم، المشكله عندي من فوق نيوروجينيك. هذه سبب. السبب الاخر تخيلوا شخص تعرض لي تروما في سباينال كورد. تروما في سباينال كورد ديما في سباينال كورد، في الحواشي نتاع سباينال كورد تمر في السمباثيتك تشين، كانوا عارفينها. لو انا تعرضت لتروما او انجري في سباينال كورد وضربت السمباثيتك تشين، البادي كيف عايش؟ هو عايش على الايكوليبريم ما بين السمباثيتك والباراسمباثيتك. انا بعد نفقد السمباثيتك من يقعد عندي يخدم عندي الباراسمباثيتك بروح. الباراسمباثيتك ما عادش عنده رادع، السمباثيتك ما عادش السمباثيتك يقول له لا، يقابل السمباثيتك يرجع يعدل الباراسمباثيتك، الباراسمباثيتك يرجع يعدل السمباثيتك، وهكذا. انا ما عادش عندي السمباثيتك، قاعد عندي الباراسمباثيتك قاعد واخذ راحته ويلعب بروح. الباراسمباثيتك يعتبر فازوديليتر، فحيقعد عندي فازوديليتيشن وجنرالايزد، فحنخش في سادن هايبوتنشن. لكن السبب هنا شنو كاين عندي؟ كان نتيجة انه حاجة في السينس، حاجة نيورولوجيكال، فنسموا فيه نيورولوجيكال شوك. تمام. الكوز الاخير او التايب الاخير اللي هو يسموا فيه السبتك شوك. السبتك شوك، تمام، السبسس، بكتيريا خشت للبلد مش تطلق التوكسينز تاعها، نسموا فيها السبتيسيميا، تمام، وتؤدي الى السبسس. السبسس هذا بعد يخش البادي بيجي لي انفلاميشن، صح ولا لا؟ انفكشن خش للبلد بيجي لي انفلاميشن، لكن هنا كان سبسس، يعني سبتيسيميا يعني جنرالايزد في كل البادي. بعد يصير انفلاميشن، جنرالايزد انفلاميشن في كل البادي، بيطلع الانفلاماتوري ميدييتورز، واحد من المن، واحد من الهيستامين، هيستامين جنرالايزد فازوديليتيشن، جنرالايزد او سادن ديكريز في البلد بريشر، هايبوتنشن، حتخش في شوك. تمام. فيري فيري ايزي، مش قلت لكم انا فيري فيري ايزي؟ معناها انا بعد نجي نقول لك شنو هنا الكوزز اوف ذا شوك، شوك سوري the causes of the shock، بتقولي روهنا نفس التايبس، صنفنا نحن الشوك according to the cause. لو مشكلة في القلب سموه cardiogenic shock، لو مشكلة في الفوليوم تاع البلد سموه hypovolemic، لو مشكلة allergy
نسموها انافيلاكتيك، لو مشكله نيورولوجيكال نسموها نيوروجينيك شوك، لو كانت مشكله بكتيريا او انفكشن او ادت الى السبسس نسموها سيبتيك شوك. اخر حاجه مش نختموا به القصه هذه كلها، التريتمنت. التريتمنت هو ماهوش عليك انت كسنه ثالثه وباثولوجي، ماهوش عليك، لكن انا هذه الكم كمعلومات اضافيه. التريتمنت قلت لكم انا اي الكيس الشوك ايمرجنسي كيس، حاله طوارئ كيف نقولوا، شخص جابوا لك مغمى عليه، خاش في شوك، بي بي نازل طايح، اول حاجه قلت له اي بي سي. اي بي سي لان الاير واي بريثنج والسيركوليشن، دغري تعال هنا فوت قص شنو السبب. عمرك يجيك شخص في المستشفى دايخ وطايح ومغمى عليه وبين الحياه والموت كيف ما نقول، وتقول تجي العائله نتاعها تقول لها معلش كان شنو عنده شنو صار، انت الدواء هذه الوقت يمشي ويموت الشخص عندك، فدغري تعال شوف الاير واي نتاعها متسكرات ولا لا، حافظ له على التنفس، حافظ له على البريثنج السيركوليشن، ركب له كانيولا، اعطيه اي في فلويد، خليه حوله للاي بي سي، تحول البيشنت من الانستيبل ستيت الى الستيبل ستيت. فانت هيك حافظت على حياه المريض. تمام. الخطوه الثانيه هاي تو اسال العائله ودير اللي تبي، تريت ذا كوز، عالج السبب. تعال نشوفه عنده مشكله في الهارت، دير له اي سي جي، دير له كارديك انزيم، شوف عنده مشكله في القلب، كان عنده مشكله في القلب عالج له المشكله اللي هي الكارديوجينيك، حتفتك من الشوك ما عادش يعاود عليه. لو عنده مثلا خش في هيبوفوليومك شوك مثلا تعرض للبليدنج، تمام، انقل له بلد، اعطيه بلد، دي له بلد ترانسفيوجن، هيك انت عالج السبب. لو مثلا هو دي هيدريشن اعطيه اي في فلويد، اعطيه ميه، مش تحافظ له الفوليوم اللي خش فيه، الجفاف اللي خش فيه. تمام. لو مشكله مثلا الرجي اعطيه هذا فازو كونستريكتور انجكشن، يعطي في انجكشن فازو كونستريكتور مترفع الضغط وعالج له الكوز. تعال هو من ايش صارت الحساسيه دي، من حاجه معينه ما عادش تعرض لها. مشكله نيروجينيك، تعال اللي هو تعرض لتروما، شيله للطبيب يكون نيورو يعالج القصه، عالج للكوز. لو سبتك اعطيه انتي بيوتيك مضادات حيويه، تمام، عالج للسبسس، عالج للبكتيريا، حتفتك من الشوك. لكن اول حاجه ديرها لازم تنقذ حياه المريض، يسموه فيه الاي بي سي. وفي بعض الحالات يجيك الشخص مرات حتى النفس نتاعه متوقف، يدور له في السي بي ار، كارديو بلمونري ريساسيتيشن، عارفين نتاع تلقاه اوكي، طبعا هذه في المستشفى باذن الله هتاخذون. تمام. فالتريتمنت ديما يجيك شخص شوكبل بيشنت قاعد في شوك وامرجنسي كيس، لازم دير الاي بي سي، حافظ على حياه البيشنت، هو شيك انستيبل خليه ستيبل قبل، بعدين تعال هدرس مع العائله نتاعها، تعال تفضلوا شنو عنده، شنو دار، شنو هل هو عنده مشاكل قلبيه من قبل، مش عارف شنو، بلا 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 بلا. وعالج الكوز، هذه اهم حاجه، خذوها قاعدة. أي دكتور يصرف لك مسكنات حاجات حلول مؤقتة هذا ماهوش دكتور شاطر. الدكتور شاطر هو اللي يعالج الكوز. يجيك شخص وده يعطيه بنادول، سنة توجع فيه يعطيه كيتوفان، لا ما ينفعش، انت هيك مسكن حل مؤقت. ها يجي يقولك والله الألم حول تمام، لا تعال هنا انت ليش عندك صداع، حلل معاه، خذ منه هيستوري، اعرف شنو السبب وعالج له السبب، واعطيه مسكنات كنت بتعطيه عادي، مش تحافظ على البين اللي هو قاعد فيه، لكن انت لازم تعالج السبب مش تفتك من القصه هذه. تمام. هذا بشكل ملخص وخفيف موضوع الشوك، حاولنا نغطوه بشكل كامل. تمام. محاضره خفيفه وبسيطه، وان شاء الله باذن الله تعالى المحاضره الجايه حتكون او الفيديو الجاي حيكون حنخش في موضوع فيري 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 امبورتنت، هو موضوع الاميونيتي. تمام. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، وإن شاء الله موفقين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.